بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنبدأ نحل على الفلويد ميكانيكس، ميكانيكا المواقع، بعد ما في المحاضرة طبعا اتكلمنا على الجزء ده وفهمنا يعني ايه فلويد ميكانيكس وعرفنا الخواص بتاعتها. النهارده نبدأ نحل على الفلويد ميكانيكس. طبعا محاضرتنا كالعادة هتنقسم لقسمين او نوعين من المسائل، نوع من المسائل هنحله مع بعض والنوع التاني هتبقى تمارين ليك تحلها، ولكن التمارين اللي هتحلها حتى هتبقى مش أفكار جديدة، نفس اللي احنا حليناه، نفس فكرة الأمثلة اللي احنا هنحلها إن شاء الله النهاردة. خلينا قبل ما نبدأ نشوف السمري كده بتاع القوانين اللي هنستخدمها النهاردة معانا في المحاضرة بتاعتنا. فطبعا أول حاجة أخدناها أو أول قانون كان الدنستي وهي الكثافة. نراجع مع بعض بسرعة كده، هو الكتلة على الحجم، الماس على الفوليوم. كنا بنرمز للكثافة برو والماس ام والفوليوم في. تاني حاجة أخدنا ليها فورمولا وأخدنا ليها قانون كانت السبيسيفيك ويت، عبارة عن الجاما بتساوي رو في جي. طبعا الجاما ده رمز السبيسيفيك ويت، الرو هي الكثافة والجي عجلة الجاذبية. السبيسيفيك جرافيتي، وده كان إن الإس جي دي طبعا اختصار للسبيسيفيك جرافيتي، كانت بتساوي نسبة ما بين الرو للليكويد ورو للووتر، أو جاما ليكويد وجاما للووتر. بعد كده اتكلمنا على البريشر الضغط، وقلنا إن البريشر ايكوال اف على ايه، كان تعريفه الفورس بير يونت اريا، طبعا بنرمز له بالرمز بي. الفورس هي الاف القوة، الاريا هي المساحة. دي كانت أول علاقة. تاني علاقة ما بين البريشر وما بين الدبت العمق، كانت بتساوي رو جي اتش، طبعا رو هي الكثافة، جي هي عجلة الجاذبية، و اتش هو الدبت بتاعك. بعد كده اخدنا تطبيق بتاع باسكال، لو احنا فاكرين المكبس الهيدروليكي. باسكال قال ان الضغط بينتقل بالتساوي خلال الليكويد اللي موجود عندك، عشان كده قلنا ان بي 1 ايكوال بي 2 هتساوي اف 1 على اي 1 بتساوي F2 على A2. طبعا ال F هي الفورس، ال A هي الاريا، وال F2 هي الفورس، وال A2 طبعا برضو هي الاريا، و B هي البريشر. الفيسكوستي اخر حاجة عندنا وهي اللزوجة، وعبرنا عنها بإيتا، وقلنا ان بتساوي ال F في ال X على ال A في ال V. كانت ال F هي الفورس اللي بنأثر بيها على الليكويد، وال X هي المسافة ما بين او الثيكنس سمك الليكويد اللي موجود عندك، او المسافه من القاع لحد اول طبقه. الاي هي مساحه المقطع بتاعه الليكويد اللي موجود، في هي السرعه اللي بيتحرك بها الليكويد طبعا نتيجه تاثير القوه اللي هي اف موجوده عندك في القانون. تعال نشوف اول مثال عندنا، بيقول لي ايه؟ اف 96.5 grams of gold has a volume of 5 times 10 to the power negative 6 meter cube. What is the density of gold? طبعا زي ما تعودنا انا اول ما بلاقي المسألة لازم بطلع الجيفن اللي عندي. تعال نشوف ايه اللي عندي. طب هو معناها ايه المسألة دي؟ بيقول ان انا عندي 96.5 جرام من الجولد، وفوليوم حجم 5 في 10 اس ماينس 6. عايز يحسب الكثافة بتاعة الجولد ده. اول حاجة زي ما تعودنا نطلع الجيفن اللي عندنا. طبعا الجرام ده وحدة ايه يا جماعة؟ دي وحدة الكتلة، عشان كده الام ايكوال 96.5 جرام. طيب انا بشتغلش بالجرام زي ما اتفقنا، نشتغل بالكيلو جرام. طيب يبقى نحول للكيلو جرام ازاي؟ هنقسم على 1000، يعني نضرب في 10 اس ماينس 3. ده كان اول جيفن عندي. تاني جيفن عندي وهو الفوليوم الحجم، بيقول لي ان الفي بتساوي 5 في 10 اس ماينس 6 متر مكعب، وده مش محتاج تحويل طبعا لانه بالمتر المكعب. نشوف القانون بتاع الدينستي زي ما خدناه، ان الرو بتساوي ام على في. الام عندك، الفي عندك، بنقسمهم على بعض وبنطلع النتيجه بكل بساطه. طبعا اليونت بتاعه الدينستي او الكثافه هي كيلو جرام على المتر المكعب. تعال نشوف تاني مثال عندنا على الكثافه، بيقول لي what is the volume and the density of the golf ball has a diameter of 42 millimeter and has a mass of 45 grams. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ايه هو الحجم
والكثافة بتاعة كرة قطرها. طبعا الديامتر هنا يا جماعة يعني ايه؟ يعني القطر، القطر بتاعها قد ايه؟ 42 ملي متر. طيب والكتلة 45 جرام. يبقى تعالى زي ما تعودنا نطلع الجيفن بتاعتنا، الديامتر هرمز له بالرمز دي كابيتال، عندي بكام؟ عندي ب 42 ملي متر. يبقى 42 ما بشتغلش انا بالملي متر، بشتغل بالمتر. يبقى عشان احول من ملي متر لمتر بقسم على 1000 او بضرب في 10 اس ماينس 3، عشان كده بتبقى 42 في 10 اس ماينس 3 متر. طيب ده كان الديامتر. تعال نشوف الماس، الماس برضو مديها لك 45 جرام، اتفقنا ان انا لازم احولها. يبقى من جرام لكيلو جرام اقسم على 1000 او اضرب في 10 اس ماينس 3. الفوليوم طبعا لازم احسبه. ليه الفوليوم لازم احسبه؟ الفوليوم يا جماعه لان هو هنا محتاج الكثافه، والكثافه بتساوي الام على الفي. وطبعا حجم الكره احنا عارفينها دي من الرياضه، ان الحجم بتاع الكره بيساوي 4 على 3 باي ار تكعيب. طيب الار اللي في القانون بتاع الفوليوم ده هي نص قطر، ما هياش قطر، عشان كده لما اجي احسب الفوليوم بتاعي لازم هقسمه على 2. يبقى تعالى نعوض كده، 4 على 3 والباي زي ما هي، هضرب 42 في 10 اس ماينس 3 اللي هو الديامتر، ولكن هقسمه على 2 لان ده القطر، انما انا في القانون بتاع الحجم بحتاج نص القطر وبكعبه، عشان كده بيطلع لي 3.8 في 10 اس ماينس 5 متر مكعب. اذا اصبح انا كده عندي الماس وعندي الفوليوم، اجيب مين؟ نجيب الرو. الرو هي الام على الفي، عندي ام وعندي في، بعوض ببساطة واطلع الكثافة بتاعتي. يبقى انا كده جبت الفوليوم الاول وبعد كده جبت الكثافة. دي طبعا شوية اكسرسايز على الدنستي بنحلها وبنتواصل مع بعض لو في اي مشكلة. تعال نشوف تالت مثال عندنا، وده بيخص الجزء بتاع الـ specific gravity. بيقول لي ايه؟ What is the specific gravity of the iron if the density of the iron 7850 كيلو جرام على المتر المكعب and the water density 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. زي ما تعودنا نطلع الجيفن بتاعتي، وهي الكثافة بتاعت الايرون اللي موجودة عندك والدنستي بتاعت الووتر. طبعا من قانون الـ specific gravity احنا عارفين هو نسبة ما بين يا اما 2 رو يا اما 2 جاما، على حسب اللي موجود عندي في المسألة بعوض بيه. انا هنا عندي اللي عوض بيه الكثافة، عشان كده هستخدم الجزء بتاع الكثافة. يبقى الـ specific gravity هتساوي الرو بتاعة الايرون اللي هي 7850 على الالف اللي هي الرو بتاعة الووتر. طبعا مفيش يونت للـ specific gravity لان دي نسبة ما بين كميتين متساويتين. مثال بتاعنا رقم 4 بيقول لي what is the specific weight if the density of the water is 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. هنا هو طالب الـ specific weight. طبعا احنا خدنا قانون للـ specific gravity وخدنا قانون للـ specific weight. لو احنا فاكرينه ان الجاما بتساوي الرو في الجي، هعوض ببساطة يطلع لي الجاما. طبعا هنا الجي يا جماعة عجلة الجاذبية دي حاجة ثابتة انا بديها لك، 9.8 بضربها في 1000 بيطلع لي الجاما بتاعت الدنستي، بيطلع لي الجاما بتاعت الووتر. ناخد مثال كمان على الجزء بتاع السبيسيفيك ويت. بيقول لي what is the specific weight of a liquid substance which has a mass of 18.5 جرام and occupy a volume 23.4 times 10 to the power negative 6 meter cube. طبعا هو هنا مديك الكتلة ومديك الحجم، هنعوض ببساطة في القانون بتاع الجاما. وبيقول لي احنا لو احنا فاكرين كان هو ريشيو ما بين ايه؟ ريشيو ما بين الويت والفوليوم. طيب احنا في المثال اللي قبله كانت الرو صريحة مديها لك، انما هنا هو اداك كتلة واداك حجم، يبقى نستخدم التعريف الاساسي بتاع الجاما اللي هو كان نسبة ما بين الويت والفوليوم. الويت اتفقنا هو فورس، قوة، القوة بتساوي ايه؟ كتلة في عجلة على الفوليوم. طبعا الام انت عارفها، الجي
ثابتة 9.8، والفوليوم عندك بنعوض بكل بساطة. وما ننساش يا جماعة التحويل من الجرام لكيلو جرام في حالة الكتلة، يبقى 18.5 × 10 أس ماينس 3 مضروبة في العجلة اللي هي 9.8، وبيتقسم الكلام ده كله على الفوليوم بيطلع لك الرقم اللي قدامك. طبعا الجاما هنا اليونت بتاعتك هتبقى نيوتن على المتر المكعب، وببساطة دي من تعريفها، لأن تعريفها هو الريشيو ما بين الويت للفوليوم. الويت بتاعك نيوتن لأن احنا اعتبرناها فورس قوة، والفوليوم بتاعك هو الحجم، والحجم عندنا بالمتر المكعب. طبعا شوية تمارين على السبيسيفيك ويت والسبيسيفيك جرافيتي بنحلها. تعالى نشوف المثال رقم 6 اللي موجود عندي، وده بيخص الجزء بتاع البريشر. بيقول الاير pressure is approximately 100,000 باسكال. What is the force if the area is 35,000 متر سكوير؟ طبعا الباسكال دي وحدة الضغط، عشان كده انا بقول ان البي عندي ب100,000 باسكال. الاريا هي المساحة، يبقى الاي عندك ب35,000 متر مربع. بنحط القانون ببساطة بتاع البريشر، ان البريشر بيساوي الفورس على الاريا. من هنا الاف هتساوي، طبعا هو طالب الفورس، مديني بي ومديني اي وعايز الفورس، يبقى الفورس هتساوي البي في الاي. بعوض عنها ببساطة وبيطلع الرقم اللي موجود عندك. طبعا ما ننساش يا جماعة ان الفورس اليونت بتاعتك بالنيوتن وهي القوة. اكزامبل رقم 7 بيقول لي find the water pressure at a depth of 3 متر in a swimming pool if the density of the water 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. طبعا هو هنا المثال ده بيحاول يطبق على الجزء بتاع او على القانون بتاع البريشر والدبس. زي ما اتفقنا نطلع الجيفن اللي موجودة عندي، كثافة المية ب1000 كيلو جرام على المتر المكعب، والدبس بتاعك 3 متر. ببساطة من القانون ان البي بتساوي رو في الجي في الاتش، هنعوض عندك الرو بتاعتك ب1000، الجي طبعا زي ما اتفقنا وهي ثابت 9.8، و الدبس بتاعك 3 متر. ببساطة بنعوض وبنضربهم في بعض، بيطلع لك البريشر بالباسكال او بالنيوتن على المتر المربع. تعال نشوف مثال رقم 8، وده بيخص الجزء بتاع المكبس الهيدروليكي. A hydraulic system is used to lift 2000 kilogram vehicle. If the vehicle sit on a piston of area نص square meter and the force is applied to a piston of area 3/100 square meter, what is the minimum force that must be applied to lift the vehicle؟ ببساطة كده احنا عارفين المكبس وعارفين انه له طرفين، طرف يمين وطرف شمال. هو عايز يرفع عربية كتلتها 2000 كيلوجرام. طب عشان يرفع العربية اللي كتلتها 2000 كيلوجرام دي، ايه القوة اللي هو محتاجها او القوة اللي هيأثر بيها عشان يرفع العربية دي؟ انت طبعا فاهم من باسكال ان الضغط بينتقل بالتساوي خلال السائل، يبقى انا لما أثر بقوة على طرف هتولد ضغط، الضغط ده هينتقل بالتساوي من خلال السائل فيقدر يرفع لي العربية. تعال نطلع الجيفن اللي عندنا. كتلة العربية 2000 كيلو جرام، مساحة المقطع نص متر مربع، وطبعا هو قال لك ايه؟ if the vehicle sit on a piston of area نص، يعني ايه؟ يعني العربية هتبقى على المكبس اللي مساحة مقطعه نص، عشان كده هقول عليها A2. عندك A1 ب3/100 متر مربع، دي طبعا المساحة اللي انا هأثر عليها بقوة، وعايز هو طبعا الفورس وتبقى F1 الفورس اللي هيأثر بيها عشان يرفع العربية. هنا يا جماعة موضوع الواحد والاتنين ده احنا بنتفق على اتفاق كده في المكبس، دايما المكبس اللي على اليمين بسميه 2، والمكبس اللي على الشمال بسميه 1، بديله يعني بدي المكبس اللي على الشمال رقم 1 وبدي المكبس اللي على اليمين رقم 2. يبقى هو هنا يا جماعة محتاج القوة اللي انا هأثر بيها على 3% متر مربع تقوم تولد ضغط، الضغط ده ينتقل من خلال السائل، يقوم السائل يأثر على المكبس التاني فيولد قوة كبيرة ترفع العربية ل2000 اللي كتلتها 2000 دي. ده ببساطة كده باسكال، أو ببساطة كده مفهوم المكبس الهيدروليكي. طبعا احنا عندنا المعادلة بتاعت باسكال اللي هو بيقول ان بي واحد بتساوي بي اتنين، يعني اف واحد على ايه واحد هتساوي اف اتنين على ايه اتنين. طبعا انا عندي ايه واحد، عندي ايه اتنين، وعندي اف اتنين، ولكن مش صريحة،
يبقى انا من هنا عايز اف واحد هتساوي ايه واحد كروس مالتيبليكيشن طبعا طرفين في وسطين، يبقى ايه واحد على ايه اتنين مضروبة في اف اتنين. نعوض ببساطة ال ايه واحد بكام عندك بتلاتة من مية، على ال ايه اتنين بكام من عندك بنص مضروبة في مين في اف اتنين. طب ال اف اتنين انا اف اتنين عندي مش صريحة، انا عندي كتلة، احنا اتفقنا يا جماعة ان اي قوة هي عبارة عن كتلة في عجلة. طب انا عندي الكتلة 2000 والعجلة عندك ثابتة في 9.8، يبقى انا اقدر احسب القوة اللي هترفع العربية اللي كتلتها 2000 كيلو جرام، وطبعا بتطلع بالنيوتن القوة دي، لأن وحدة القوة هي النيوتن. ببساطة يا جماعة بيتهيألي المسألة دي وضحت كل حاجة عن المكبس الهيدروليكي أو عن تطبيق باسكال عموما يعني. تعالى نشوف مسألة كمان على الهيدروليك بيستون أو المكبس الهيدروليكي. In a car lift used in a service station, a force on a small piston that has a circular cross section of radius 5 cm. This pressure is transmitted by a liquid to a piston that has a radius of 15 cm. What is the force must be applied to lift a car weighing 13300 نيوتن؟ ببساطة يا جماعة هنا هو بيقول لي إن أنا عندي مساحة أو البستون الصغير أو المكبس الصغير السيركولار كروس سيكشن بتاعته أو نص القطر بتاعه 5 سنتي، وهنا نخلي بالنا إن هو مش مديني مساحة، مديني نص قطر. طيب وعندي نص قطر المكبس الكبير 15 سنتيمتر، وعايز القوة اللي ترفع لي 13300 نيوتن، اللي هو العربية اللي وزنها 13300 نيوتن. نطلع الفورس، نطلع الجيفن بتاعتنا، نص قطر هرمز له بالرمز R هيساوي 5 سنتي، طبعا ما بشتغلش بالسنتي، بحوله للميتر بقسم على 100 تبقى 5 من 100. نص القطر بتاع المكبس التاني هيبقى 15 سنتي بقسمه على 100. طبعا هنا المكبس انا بعتبره دايرة على شكل دايرة، عشان كده لما اجي احسب المساحة بطبق مساحة الدايرة باي ار سكوير، بعوض عن الار واحد بتاعت المكبس الصغير، بجيب اي 2 وبعوض عن الار 2 بتاعت المكبس الكبير. هنا هو مديك الوزن اللي هو عايز يشيله، اللي هو 13300 بتاعت العربية، وزن العربية. وطبعا هو عايز القوة اللي هيأثر بيها عشان يرفع العربية دي. طيب من قانون باسكال B1 بتساوي B2، F1 على A1 بتساوي F2 على A2. نجيب ال F1 لوحدها يبقى A1 على A2 مضروبة في F2. التعويض طبعا ببساطة، عندك A1 عندي A2 وعندي F2، يبقى التعويض دايركت. يبقى حطينا ال A1 وقسمناها على ال A2 وضربناها في ال 13300، طلع لك الفورس زي ما احنا شايفينها بالنيوتن. يبقى دي القوة اللي انا هفعلها على المساحة الصغيرة او المكبس اللي نص قطره 5 عشان يولد لي ضغط. الضغط ده ينتقل من خلال السائل، يقوم السائل يأثر على العربية او يولد قوة ترفع لي العربية اللي وزنها 13300 نيوتن. افرض انا المسألة ما خلصتش على كده، افرض انا طلبت منك البريشر، انا عايز البريشر في المسألة اللي فاتت. الضغط انت عارف ان البريشر بيساوي الفورس على الاريا، القوة على المساحة. طيب هتقول لي انا عندي اف وعندي ايه وعندي اف برضو وعندي ايه، طب انا هستخدم انهي فيهم؟ يا جماعة ما احنا اتفقنا ان الضغط بينتقل بالتساوي عند كل نقطة من نقط السائل، يعني استخدم اللي انت عايزه، ولكن ما نخلطش. بمعنى ايه؟ ما جيش اخد اف واحد ومعاها ايه اتنين، اخد اف اتنين ومعاها ايه واحد، غلط. لا، يا ناخد الاف اتنين بتاعت الايه اتنين، يا ناخد الاف واحد بتاعت الايه واحد. هنعوض طبعا ببساطة دايركت بأي اف فيهم، هيطلع لك البريشر، وهنا طبعا الباسكال هي تكافئ النيوتن على المتر المربع. اخر مثال عندنا النهاردة وهو بيخص الجزء بتاع الفيسكوستي. بيقول لي what is the viscosity coefficient of fluid if the force applied on area 4 cm is 50 newton which make it move with 5 cm per second and the fluid thickness 20 مليمتر. ببساطة عايز معامل اللزوجة لقوة مقدارها 50 نيوتن بتأثر على مساحة 4 سنتيمتر مربع، خليته يتحرك سرعة 5 سنتي على الثانية،
وطبعا السكنس او السمك بتاع السائل ده 20 مللي متر. نطلع الجيفن اللي عندي، الاريا طبعا ب 4 سنتيمتر مربع، ما بشتغلش بالسنتي اتفقنا، فانا عارف ان من سنتي المتر بقسم على 100، لا انا هنا عندي سنتيمتر مربع يبقى هقسم على 10,000 اللي هي مضروبة في 10 أس ماينس 4. نطلع الاف بتاعتي، هو قال لك الفورس 50 نيوتن. نطلع برضو الفيلوستي 5 سنتيمتر على الثانية، كالعادة بنحول السنتي للمتر بضربه في 10 أس ماينس 2، والسكنس بتاعك 20 مللي متر، من ملي متر لمتر بضربها في 10 أس ماينس 3. بنحط القانون بتاعنا ايتا ايكوال اف اكس على اي في، بيتهيألي كده كل حاجة عندك، عندك الاف عندك الاكس عندك الاي عندك الفي، بنعوض ببساطة ونطلع الايتا، يبقى 50 في 20 في 10 أس ماينس 3 مقسومة على 4 في 10 أس ماينس 4 في 5 في 10 أس ماينس 2، بيطلع لك طبعا قيمة الايتا. وما ننساش يا جماعة الوحدة، الوحدة نيوتن سكند على المتر المربع. دي شوية تمارين على الجزء بتاع البريشر، سواء كان مبدأ باسكال أو القانون بتاع البريشر، والجزء بتاع اللزوجة بنحلها، وطبعا بنتواصل مع بعض لو في أي مشكلة. وشكرا ليكم.